منازل مدمرة وأشجار اقتلعت من أماكنها وسيارات منقلبة، هذا ما يبدو عليه الحال غداة أعاصير قوية اجتاحت جنوب ووسط الولايات المتحدة، خلفت 17 قتيلا، في حين تبحث فرق الإغاثة المحلية بين الركام في المدن الأكثر تضررا، بينما حذرت الأرصاد الجوية من أعاصير أخرى. أنا لست متأكدا من أن هنالك كلمات يمكن أن تصف ما نراه هنا، فقط بقايا لا يمكن التعرف عليها. هذه كانت بيوت الناس، بعض الأنقاض أطول مني. عبر الشارع المدينة هناك دمرت تماما، بعض الأماكن سويت بالأرض، والإعصار بلغت سرعة الرياح فيه 150 ميلا في الساعة، ولكن إلى الشمال الشرقي كانت شدة هذه العاصفة أكبر، ولا يمكننا الوصول إلى هناك لأنه لا يسمح لنا بدخول المنطقة التي لم يتبقى فيها منازل، فقط بقايا وأنقاض تشير إلى أن شدة العاصفة هناك أكبر بكثير، سرعة الرياح ربما 200 ميل في الساعة أو أكثر من ذلك.